قالت الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن نحو 100,000 طفل محاصرون في ظروف شديدة الخطورة في المساحة المتبقية التي يحتلها أفراد داعش في مدينة الموصل العراقية. وأشارت المنظمة إلى أن أفراد داعش يستخدمون الأطفال دروعا بشرية، وأن الأطفال يتعرضون للخطر بوجودهم وسط تبادل إطلاق النار في المعارك، فيما أجبر بعضهم على المشاركة في القتال.